أهلا وسهلا فيكم طلابنا الغالين ويسعد أوقاتكم جميعا. اليوم حنحكي عن موضوع مهم وهو موضوع الدائرة المثلثية. طبعا حنبدأ فيها من الصفر وحتى الاحتراف. هذا الأول حنحكي أول شيء بالجزء الأول من درسنا عن الدائرة المثلثية تعريفها، ثم عن طريق الإرجاع إلى الربع الأول، وبالجزء الثاني حنحكي عن كيفية اختزال عبارة وثم إيجاد زوايا من الدرجات العليا. خلونا نبدأ مع بعض. بالنسبة للدائرة المثلثية هي عبارة عن دائرة نصف قطرها واحد. فلو شفنا الدائرة المثلثية هي عبارة عن دائرة نصف قطرها واحد في مستوي إحداثيات ومعلم متجانس وهو الـ X والـ Y. فلو أخذنا معلم متجانس X Y ورسمنا عليه دائرة نصف قطرها واحد، فهذه الواحدة سيكون نصف قطر هذه الدائرة هو عبارة عن واحد. لاحظوا كل نقطة موجودة على الدائرة ولتكن B لها إحداثيات X و Y. هذه الإحداثيات X Y في المعلم المتجانس لو قمنا بإسقاطها على محور X ثم أسقطناها على محور Y، فكل نقطة موجودة لها مسقط على محور X-ات وعلى محور Y-ات. طيب هاي النقطة اللي هي عبارة عن B اللي هي لها X و Y، نحن لاحظنا بعد الإسقاط شكل عنا مثلث قائم. طيب لو أخذنا هذا المثلث القائم، هذا المثلث القائم هو عبارة عن، فينا خلينا نطبق فيثاغورس مع بعض. شو بيقول فيثاغورس؟ فيثاغورس يقول مربع الوتر بيساوي مجموع مربعي ضلعين القائمتين. يعني أنا في عندي X مربع ضلع القائمة الأولى زائد ضلع القائمة الثانية هي Y مربع يساوي الواحد، معناها عندي X مربع زائد Y مربع بيساوي الواحد. طيب لو أخذنا هذه الزاوية وأخذنا حسبنا الساين، الساين هو عبارة عن مقابل على الوتر وهو الواي على واحد، أي أن الساين X تساوي الواي. طب لو أخذنا الكوساين هي عبارة عن مجاور على الوتر وهو عبارة عن X على واحد ويساوي X، أي أن كوساين X يساوي X. فلاحظوا أن ساين X يساوي الواي وكوساين X يساوي الواي، كوساين X يساوي X. ماذا لو استبدلنا هذه العلاقة في العلاقة وهي X مربع زائد Y مربع تساوي واحد؟ سينتج لدينا بدل X مربع سنضع كوساين لأن الإكس تساوي كوساين، فسينتج لدينا مربع كوساين الإكس، وبدل الواي مربع سنضع ساين فيكون لدينا مربع ساين الإكس. إذا استنتجنا العلاقة الشهيرة وهي مربع كوساين الإكس زائد مربع ساين الإكس يساوي الواحد. إذا قمنا باستبدال كل ساين إكس هي واي، وسنتفق أن كل كوساين إكس هي تقع على محور الإكس، فإن x مربع زائد y مربع تساوي الواحد، أي أن مربع كوساين x زائد مربع ساين x يساوي الواحد. رائع. طيب ماذا لو أخذنا هذه النقطة وهي إحداثيات x و y؟ قلنا أن ال x هي عبارة عن الكوساين، سنستبدل x بالكوساين وسنستبدل الساين الواي بالساين. فأي نقطة موجودة على دائرة لها كوساين x وساين x، أي لها x و y. لو أخذنا نقطة q أيضا لدينا زاوية تيتا فتحة، فسيكون لديها إحداثيات كوساين تيتا فتحة زائد أو كوساين تيتا فتحة فاصلة ساين تيتا فتحة. إذا أي نقطة موجودة على الدائرة إلى إكسات ولها وايات. طيب ماذا لو تكلمنا في شق آخر؟ هذه الدائرة قلنا هي معلم متجانس وهي إكس وواي، كل نقطة موجودة ونصف قطرها هو واحد. كل نقطة موجودة عندها هذه النقطة إحداثياتها إكسات واحد وايات صفر. النقطة في الأعلى إحداثياتها إكسات صفر وايات واحد. النقطة في اليسار إحداثياتها الإكسات هي ناقص واحد والوايات صفر. طيب النقطة في الأسفل إحداثياتها إكس صفر واي ناقص واحد. طيب لاحظوا هذه الزوايا، هذه الزوايا هي عبارة إحداثيات كوساين وساين. كل إحداثية موجودة على الدائرة قلنا إكس وواي هي نفسها كوساين وساين. طيب لو أخذنا هذه الزاوية تيتا، لاحظوا في هذه الزاوية تيتا التيتا صفر. لماذا التيتا صفر؟ الكوساين هنا يكون واحد والساين ماذا يساوي؟ صفر. عند هذه النقطة لم يتحرك الكوساين ولا الساين، فهذه النقطة الكوساين الصفر يكون عندها واحد لأن إحداثيات الكوساين هي واحد والساين تكون عندها صفر. ماذا لو وضعناهم في جدول بالنسبة للدرجة؟ سنأخذ جدول صغير، هذه الزاوية تيتا الكوساين ثم الساين. الآن سنأخذ الزوايا ونقول الشهيرة تقريبا، الزاوية صفر والزاوية 90 والزاوية 180 وهي عبارة عن نصف الدائرة، والزاوية 270 درجة وهي عبارة عن ثلاث أرباع الدورات. طيب بالنسبة للزاوية صفر، لاحظوا الزاوية صفر تبدأ عند محور الإكس،
إن الكوساين عندها كم هو؟ الكوساين واحد والساين صفر. طيب في النقطة الأخرى كم هي الإحداثية؟ الساين صفر والكوساين واحد. لنملأ الجدول مع بعضنا البعض. إذا في هذا الجدول لدينا هنا الكوساين، كوساين الصفر كم هو؟ واحد، أحسنتم. كم هو الساين؟ صفر، أحسنتم. طيب في النقطة العليا عند الزاوية 90 لدينا الكوساين ماذا يساوي؟ صفر. وأيضا الساين ماذا يساوي؟ واحد، لأن الإكسات صفر والوايات واحد. طيب إذا الساين هي عبارة عن كوساين صفر وايات واحد. طيب نأخذ النقطة الثالثة وهي ناقص واحد صفر، وهي 180 درجة. إذا الكوساين هو ناقص واحد والساين هو صفر، وفي 270 درجة هي كوساين الكوساين أم الساين؟ أحسنتم، الكوساين صفر والساين يساوي ناقص واحد. إذا هذه الزوايا الشهيرة قد وضعنا تقريبا بالنسبة للجدول لها ما هي. ماذا لو تكلمنا في شق آخر؟ هنا لدينا الساين والكوساين والطنجرة، سنستنتج القليل من العبارات فيها. لو أخذنا هذه النقطة X و Y وقمنا، لاحظوا هذه النقطة X و Y موجودة على الدائرة، لها إحداثيات وهي الكوساين وهي الساين. طيب هذه الكوساين تيتا والساين تيتا، هذه زاوية تيتا، لها إحداثيات على محور X ولها إحداثيات على محور Y. سنقوم الآن بمعرفة في هذا الربع الأول من الدائرة الكوساين والساين هل هما موجبان أم سالبان؟ الكوساين موجب لأن الإكسات موجبة، والواي موجب أي أن الساين موجب. فإن في الربع الأول لدينا الكوساين موجب والساين موجب، أحسنتم. طيب ماذا لو لاحظنا في الربع الثاني؟ في الربع الثاني لدينا، ضعوا في جدول صغير في البداية، لدينا الربع الأول الكوساين موجب والساين موجب. لاحظوا الربع الآخر، هنا الكوساين سالبة لأن محور الإكسات سالب، ولدينا الساين هو موجب لأن محور الوايات موجب. إذا في الربع الثاني لدينا الكوساين سالب والساين موجب. طيب ماذا عن الربع الثالث؟ لاحظوا الربع الثالث، لدينا في الربع الثالث الساين سالب والكوساين سالب، وأيضا في الربع الرابع الكوساين موجب والوايات سالبة لأن الساين سالب. إذا في الربع الأول لدينا الساين موجب والكوساين موجب، في الربع الثاني الكوساين سالب والساين موجب، وفي الربع الرابع لدينا الكوساين والساين سالبين، وفي الربع الأخير لدينا الكوساين موجب والساين سالب. ماذا عن الطانجنت؟ الطانجنت هي عبارة عن ساين على كوساين. سنقوم بقسمة الإشارات. في الربع الأول لدينا الكوساين موجب والساين موجب. موجب تقسيم موجب، ماذا سينتج لدينا؟ موجب، أحسنتم. إذا الطانجنت موجب في الربع الأول. في الربع الثاني الكوساين سالب والساين موجب، ماذا سينتج لدينا؟ الطانجنت، ساين تقسيم سالب تقسيم موجب، سينتج لدينا موجب. إذا في الربع الأول لدينا الطانجنت هو موجب لأن موجب تقسيم موجب هو موجب، وأيضا لدينا في الربع الثاني الطانجنت هو عبارة عن ناقص تقسيم الزائد وهو ناقص، أي أن الطانجنت هنا في الربع الثاني هو عبارة عن سالب. ماذا عن الربع الثالث؟ فنستنتج مع بعض، خذ قليلا من وقتك وفكر فيه. أحسنت، إن الطانجنت هي عبارة عن ساين تقسيم كوساين، فالسالب تقسيم السالب هو موجب، والموجب تقسيم السالب هو سالب، أي أن الطانجنت في الربع الأول موجب، في الثاني سالب، في الثالث موجب، وفي الرابع الطانجنت يكون موجب. أحسنتم، سالب عفوا. ماذا لو أخذنا حدود النسب المثلثية؟ ماذا يعني حدود النسب المثلثية؟ أي أن الكوساين والساين من أين يبدأ وأين ينتهي؟ لاحظوا أن كوساين التيتا وساين التيتا، محور الكوساينات هو اتفقنا هو محور الإكس، والساينات هو محور الواي. محور الإكس وهو الكوساين من أين يبدأ؟ الإكس يبدأ من الصفر، من العفو من الواحد ومن الناقص واحد، لأن نصف قطر الدائرة هو واحد. إذا محور الإكس هو موجود بين الواحد والناقص واحد، استبدلنا الإكس بالكوساين فإن الكوساين حدوده هما بين الناقص واحد والواحد. ماذا عن الساين؟ محور الواي هنا أيضا هو نصف قطر الدائرة واحد، فإن الواي محصور ما بين الواحد والناقص واحد. أحسنتم، واي محصور ما بين الواحد والناقص واحد. الواي من هو؟ هو محور الساين، فإن ساين التيتا هو محصور ما بين الواحد والناقص واحد. إذا حدود الكوساين تكون أكبر أو تساوي الناقص واحد وأصغر أو تساوي الواحد، وأيضا الساين تكون أكبر أو تساوي الناقص واحد وأصغر أو تساوي
الواحد. أحسنت. ماذا لو لاحظنا الآن؟ لاحظوا الدوران. قد يسأل أحدكم لماذا قد يكون دوران بهذا الاتجاه؟ لما لا يكون في دوران في الاتجاه المعاكس؟ سؤال وجيه. هذا المعلم المتجانس هو معلم موجه، قمنا بتوجيه الدوران فيه، فكان الاتجاه الموجب هو عكس عقارب الساعة. إذا لاحظوا، اتفقنا أن الدوران الموجب قمنا بتوجيه هذا المعلم المتجانس، وأخذنا أن الدوران الموجب هو عكس اتجاه عقارب الساعة. قد يسأل أحدكم ما هو الدوران السالب؟ الدوران السالب وهو مع اتجاه عقارب الساعة. إذا الدوران الموجب هو عكس اتجاه عقارب الساعة، والدوران السالب هو مع اتجاه عقارب الساعة. الآن نلخص ما أخذناه منذ قليل. أول فكرة تكلمنا بها أن الدائرة المثلثية هي دائرة في مستوي متجانس نصف قطرها هو واحد. ماذا أخذنا أيضا؟ أن الدوران الموجب هو عكس اتجاه عقارب الساعة، وأن الدوران السالب هو مع اتجاه عقارب الساعة. وتكلمنا أيضا أن مربع الكوساين زائد مربع الساين ماذا يساوي؟ الواحد. وأن حدود الساين والكوساين، الساين محصورة ما بين الواحد والناقص واحد، والكوساين محصورة ما بين الواحد والناقص واحد. رائع. سنتكلم عن فقرة جديدة وهي الراديان. ما هي الراديان؟ هي أحد أنواع قياس الزوايا. نحن نعلم الدرجات ونعلم القياسات في الدرجات 0, 30, 45, 60, 90 وإلى آخره، العديد من الدرجات المعروفة للزوايا، لكن هناك واحدة أخرى وهي الراديان. لاحظوا في هذه الرسمة أن الراديان هو نصف قطر دائرة وقمنا بوضعه بهذا الشكل. لاحظوا الراديان الكامل بي راديان. البي راديان ماذا تشكل؟ هي نصف قوس الدائرة وهو 180 درجة. أما الاثنين بي هي عبارة عن دورة كاملة. إذا هذا نصف القطر وهو البي. قمنا وأخذ هذا نصف القطر، نصف قطر الدائرة وهو واحد راديان، ووجدنا أن البي راديان كاملة هي عبارة عن 180 درجة. طيب ماذا عن بقية القياسات؟ لاحظوا معي، قلنا أن 180 درجة تشكل بي كاملة بي راديان. طب لو أخذنا 360 درجة وهي عبارة عن 180 ضرب 2 أي تساوي 2 ضرب بي. طيب لو أخذنا الدرجة 90، الدرجة 90 وهي نصف 180 أي 180 تقسيم 2 يساوي 90، أي أن بي مقسومة على 2، أي أن كل زاوية 90 تساوي بي على 2 راديان، وكل زاوية 60 درجة تساوي بي على 3، لأن 180 تقسيم 3 ماذا ينتج؟ 60 درجة، فإن بي تقسيم 3 تساوي 60 درجة. وأيضا لدينا 30 درجة تساوي بي على 6 راديان. لاحظوا الزاوية 60 هي بي على 3، والزاوية 30 بي على 6. إذا سنراجعهم مع بعض. الزاوية بي 180 درجة، الزاوية 2 بي 360 درجة، والبي على 2 90، والبي على 3 60، والبي على 6 هي 30. أحسنت. ماذا لو وضعناهم على هذه الدائرة؟ سنأخذ هذه الزوايا، نبدأ من الصفر. لو أخذنا البي على 2، البي على 2 قلنا تساوي 90 درجة. لو هناك نقطة تتحرك على هذه الدائرة ستتحرك بمقدار ربع دورة أي مقدار 90 درجة، فسيكون بي على 2. مقدار دورة كاملة 2 بي على 2، فسيكون لدينا بي. مقدار 3 أرباع الدورة سيكون عندنا 3 بي على 2. طيب لو دارت دورة كاملة سيكون لدينا 4 بي على 2 فيساوي 2 بي. إذا دورة كاملة تساوي 2 بي، ربع دورة بي على 2، نصف دورة هو بي، 3 أرباع الدورة 3 بي على 2، والدورة الكاملة هي عبارة عن 2 بي. ماذا نستفيد من هذه الخواص؟ لو أخذنا دائرة تتحرك بمقدار 2 بي زائد زاوية، ماذا يعني؟ عفوا نقطة تتحرك بمقدار 2 بي زائد زاوية. لو كان لدينا هذه النقطة، لاحظوا هذه النقطة تتحرك من الصفر باتجاه الزاوية بي على 2، لم تصل إليها بل لكن باتجاهها، أو تتحرك بمقدار 2 بي باتجاه البي على 2. فلو أخذنا مثلا ساين زاوية، قلنا هذا هو الاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة. لو أخذنا ساين 2 بي زائد زاوية، لاحظوا هذه الزاوية 2 بي تتحرك بهذا الاتجاه، الاتجاه الموجب. لدينا ساين زاوية زائد 2 بي. إشارة الزائد تدل على أن الحركة بالاتجاه الموجب، والإكس هي الزاوية، والاثنين بي هي الزاوية الموجودة على اليمين.
فاثنين بي زائد زاوية، اثنين بي زائد زاوية. لاحظوا الساين، نتكلم عن الساين. الساين في هذا الربع هل هو موجب أم سالب؟ أحسنتم، الساين موجب، لأن الساين هو محور الوايات، ومحور الوايات في هذا الاتجاه يكون موجب. إذن ساين 2B زائد X يساوي زائد ساين الX. أحسنتم، ماذا عن الكوساين؟ كوساين زاوية زائد 2B، هذه 2B تتحرك بمقدار زاوي معين وهو الX، قد تكون X 30 40 50 هو مقدار درجة، فتتحرك هذه الزاوية بمقدار من الـ 2B مقدار زاوي. لدينا كوساين X وهو زاوية زائد 2B زائد أي في الاتجاه الموجب. الاتجاه الموجب، لاحظوا هذا الكوساين في هذا الربع الأول، الكوساين يكون موجب أم سالب؟ أحسنتم، الكوساين هو محور الكوساين، الكوساين هو محور الإكس، والإكس يكون في هذا الربع هو عبارة عن موجب. إذن كوساين X زائد 2B يساوي زائد كوساين الإكس. ماذا عن التانجنت؟ نعلم أن التانجنت هو الساين تقسيم الكوساين، أي موجب تقسيم موجب ماذا يساوي؟ موجب. فلاحظوا جميع النسب في الربع الأول تكون موجبة، الساين والكوساين والتانجنت. ماذا لو تكلمنا عن مثال صغير؟ لدينا ساين، قلنا أن ساين الإكس زائد 2B يساوي زائد ساين الإكس. لو كان لدينا ساين البيعة 3 زائد 2B، البيعة 3 كم مقدارها في الدرجات؟ أحسنتم، هي 180 تقسيم 3 وتساوي 60. فساين البيعة 3 زائد 2B، كيف نقوم بحل هكذا تمرين؟ هذه 2B زائد أي في الاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة بمقدار معين من الزاوية، تكون الساين في هذا الربع الأول موجب أم سالب؟ موجب. إذن تساوي زائد ساين البيعة 3. كم هو ساين البيعة 3؟ قلنا ساين البيعة 3 وهو نفسه ساين 60. كم هو ساين 60؟ أحسنتم، جذر 3 على 2. إذن استفدنا من هذه الخواص بإرجاع للربع الأول بأننا استطعنا أن نوجد مقدار زاوية تتحرك بمقدار على الدائرة المثلثية. ماذا لو تكلمنا عن 2B ناقص X؟ 2B ناقص X، إذن هي في الظل هذه 2B ناقص X، لماذا قمنا بهذه الحركة؟ لم نتجه إلى الأعلى، لأن قلنا الاتجاه السالب وهو مع عقارب الساعة، فهذه 2B تحركنا باتجاه السالب. إذن لدينا ساين 2B ناقص X، ساين 2B ناقص X هذه 2B تتحرك بالاتجاه السالب لأنه ناقص مع عقارب الساعة. إذن الساين تكون في هذا الربع موجب أم سالب؟ الساين هو محور الوايات، الوايات هنا موجبة أم سالبة؟ أحسنتم، سالبة. إذن يكون لدينا ناقص ساين الإكس، لأنها هذا في هذا الربع تكون الساينات سالبة. ماذا عن الكوساين؟ الكوساين في هذا الربع موجب أم سالب؟ أحسنتم، هو محور الإكسات، ومحور الإكسات يكون في هذا الربع موجب. إذا يكون لدينا زائد كوساين الإكس. ماذا عن التانجنت؟ التانجنت 2B ناقص إكس، قلنا أن التانجنت هو عبارة عن ساين تقسيم الكوساين ناقص تقسيم موجب سالب، أي أن لدينا ناقص تانجنت الإكس. إذن في هذا الربع فقط لدينا، في الربع الرابع لدينا فقط الكوساين هو موجب. رائع، نأخذ مثال صغير. قلنا أن ساين 2B ناقص X يساوي ناقص ساين X. طب لو أخذنا مثال ساين 2B ناقص بيع 3، إذن 2B ناقص زاوية، 2B موجودة في هذه، موجودة على محور الإكسات الموجبة إلى اليمين، هذه 2B ناقص أي في الاتجاه السالب مع عقارب الساعة، موجودة في هذا الربع الرابع، الزاوية هنا موجبة أم سالبة الساين؟ الساين سالبة، إذن تساوي ناقص ساين البيعة 3. ساين البيعة 3 كم هو؟ بيعة 3 تساوي ساين 60، لأن 180 تقسيم 3 يساوي 60. إذن ساين البيعة 3 هو نفس، هو ذاته ساين 60. كم هو ساين 60؟ أحسنتم، هو جذر 3 على 2، ودينا إشارة ناقص فهو يساوي ناقص جذر 3 على 2. بسيطة وسهلة جدا. طيب ماذا لو تكلمنا عن بي زائد إكس؟ سننتقل للطرف الآخر من الدائرة ونأخذ الزاوية بي. هذه الزاوية بي، بي زائد إكس زائد، لماذا تحركنا في هذا الاتجاه؟ لأن قلنا أن الاتجاه الموجب هو عكس عقارب الساعة. إذا ساين البي زائد إكس موجودة في الربع الثالث، الساين هنا موجب أم سالب؟ الساين هو محور الوايات، موجب أم سالب؟ أحسنتم، هو سالب، إذا تساوي ناقص ساين الإكس. ماذا عن الكوساين؟ الكوساين موجود أيضا في هذا الربع الثالث، الربع الثالث الكوساين موجب ولا سالب؟
الكوساين أيضا سالب، إذن تساوي أيضا ناقص كوساين الإكس. أما ماذا عن الطانجنت؟ الطانجنت هي عبارة عن الساين تقسيم الكوساين، سالب تقسيم سالب ويساوي موجب. إذن في الربع الثالث لدينا الطانجنت موجب، أحسنتم. في الربع الأول لدينا الجميع موجبين، في الربع الثالث لدينا الطانجنت فقط موجب، وفي الربع الرابع لدينا فقط ما؟ الكوساين موجب، أحسنتم. سنجد الآن b ناقص x ناقص أي أننا سنتحرك مع عقارب الساعة. هذه b ناقص x وهو الاتجاه السالب. ماذا عن ساين b ناقص x؟ في هذا الربع هل الساين موجب أم سالب؟ وهو محور الوايات. رائع، هو موجب. إذا ساين b ناقص x يساوي زائد ساين x. ماذا عن الكوساين؟ محور الكوساين وهو محور الإكسات في هذا الربع ماذا يكون؟ سالب، وهو ناقص كوساين الإكس. ماذا عن الطانجنت؟ أيضا الطانجنت هي تساوي موجب تقسيم السالب وتساوي سالب، أي أن من هو الموجب في هذا الربع؟ هو الساين. إذا في الربع الأول الجميع موجبين، في الربع الثاني وهو الساين، في الربع الثالث طانجنت، وفي الربع الأخير هو الكوساين. فنقول كل ساين طانجة كوساين، كل ساين طانجة كوساين، أي أن الكل موجبين في الأول، ساين في الثاني موجب، الطانجنت في الثالث موجب، والكوساين في الأخير. كل ساين طانجة كوساين، كل ساين طانجنت كوساين. ماذا عن الزاوية؟ عفوا، ماذا لو أخذنا مثال صغير؟ ساين البي ناقص إكس، قلنا هي زائد ساين الإكس. لو كان لدينا ساين البي ناقص بي على 6، بي سنقف عند البي، ناقص أي بالاتجاه مع عقارب الساعة، فستكون الزاوية في الربع الثاني. هذه الزاوية الساين موجب أم سالب؟ موجب، إذن تساوي زائد ساين البي على 6. البي على 6 قلنا بي هي 180، 180 تقسيم 6 30، وهي نفسها ساين 30 درجة. كم هو ساين 30؟ نص، أحسنتم. إذن ساين البي ناقص بي على 6 يساوي موجب نص. ماذا عن البي على 2 ناقص إكس؟ بالنسبة للبي على 2 ناقص إكس، لاحظوا بي على 2 أي أننا نتحرك بمقدار 90 درجة، أي لو كنا في محور الكوساين وتحركنا بمقدار زاوية وهو 90 درجة، فإلى أين سنصل؟ لو تحركنا 90 درجة؟ إذا كنا عند محور الساين وتحركنا 90 درجة فسنصل إلى محور الكوساين، وإذا كنا في محور الكوساين تحركنا 90 درجة فسنصل إلى أين؟ إلى محور الساين. إذا لدينا ساين البي على 2 ناقص إكس، البي على 2 ناقص إكس. لاحظوا، سنقف عند البي على 2، ناقص أي باتجاه الموجب أم السالب؟ اتجاه السالب، وهو مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة؟ أحسنتم. إذا ساين البي على 2 ناقص إكس، لاحظوا عندما يكون لدينا بي على 2 نقوم بقلب الزاوية وتصبح كوساين، لأن قلنا أننا نتجه بمقدار زاوية وهو بي على 2 أي 90 درجة، فالساين سيكون لدينا هو عبارة عن كوساين. ماذا عن الإشارة؟ نتبع إشارة الساين أم الكوساين؟ لاحظوا بي على 2 ناقص إكس، أين ستكون الإشارة؟ أين ستكون موجودة؟ أحسنتم. إذا نتبع إشارة الساين، ستكون إشارة موجبة. ماذا عن الكوساين؟ كوساين البي على 2 ناقص إكس، ناقص هل هو مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة، أي أن بي على 2 سنتجه مع عقارب الساعة، فسيكون في الربع الأول الكوساين في الربع الأول موجب أم سالب؟ أحسنتم. إذا لدينا أيضا الطانجنت، الطانجنت تساوي موجب تقسيم السالب، ماذا النتيجة تكون؟ سالب. إذا الطانجنت يكون سالب، وفي البي على 2 نقوم بقلب الإشارة، بقلب الزاوية، الساين تصبح كوساين والكوساين تصبح ساين. ماذا عن البي على 2 ناقص إكس؟ لاحظوا بالنسبة للبي على 2 ناقص إكس، لو أخذنا ساين البي على 2 زائد إكس، لاحظوا بالنسبة لساين البي على 2 زائد إكس في هذه الزاوية لدينا ساين البي على 2 زائد إكس، سنتجه بالاتجاه الموجب أم السالب؟ بالاتجاه الموجب. طيب لو كان لدينا ساين البي على 2 زائد إكس، لاحظوا معي ستتحرك الزاوية بهذا الاتجاه، بي على 2 زائد إكس. الآن لدينا الساين يتحرك بالبي على 2 زائد إكس، ماذا ستصبح الزاوية في البداية؟
كوساين. إن الساين يكون هنا موجب أم سالب؟ الساين يكون موجب، إذا لدينا زائد كوساين الإكس. ماذا لو تكلمنا عن الكوساين؟ كوساين البيعة 2 زائد إكس، سيكون الكوساين هنا موجب، صح؟ وماذا عن إشارة وماذا عن الزاوية؟ الكوساين نقلبها وتصبح ساين. إذا الطانجنت هو عبارة عن كوساين تقسيم الساين، موجب تقسيم الموجب هو موجب، لكن نقلب الزاوية فالطانجنت تصبح كوتانجنت. رائع أصدقائي. بهكذا نكون قد تكلمنا كثيرا عن إرجاع للربع الأول. نتكلم عن تمرين صغير موجود في الصف الثاني الثانوي. في هذا التمرين طلب منا اختزل الصيغة الآتية. أعطانا صيغة وهي fx تساوي كوساين الx ناقص ساين الx زائد كوساين البيعة 2 زائد x زائد ساين البي ناقص x زائد ساين البيعة 2 ناقص x. طيب هذه هي الدائرة المثلثية. كوساين الx هل نستطيع أن نفعل به شيء؟ لا، كوساين الx قد اختصروه، هذا اتجاه الموجب وهذا اتجاه السالب. كوساين x فهو مختزل ولا نستطيع أن نقوم باختزاله أكثر. ناقص ساين الإكس هل نستطيع اختزاله؟ قد قاموا باختزاله وهو مختزل. كوساين البيعة 2 زائد إكس، البيعة 2 زائد إكس أي تحركنا في الاتجاه وهو عكس عقارب الساعة. هنا الكوساين تصبح ساين. طب يكون الكوساين موجب أم سالب؟ أحسنتم، فتصبح زائد ساين الإكس. فساين البي ناقص إكس، ماذا عن ساين البي ناقص إكس؟ ساين البي ناقص إكس، هذه ساين البي. نقف عند الزاوية B، سنقف عند B ونتحرك بالاتجاه السالب وهو مع عقارب الساعة. فالزاوية في الربع الثاني، هنا الساين يكون موجب أم سالب؟ موجب، ويكون لدينا موجب ساين الإكس. أحسنتم. أما ساين البيعة 2 ناقص إكس، يكون لدينا ساين البيعة 2 ناقص إكس، سنتجه بالاتجاه الموجب ويكون لدينا موجب كوساين إكس. أحسنتم، نقوم بالاختزال فينتج لدينا الناتج. الآن في الدروس القادمة إن شاء الله سنتكلم عن كيف نقوم بحساب زاوية كمثال 7 بي على 12، 23 بي على 6. هذه الزوايا الكبيرة سنتكلم عن كيفية إيجادها والاستفادة من علاقات هذه المثلثية في إيجاد هذه الزوايا إن شاء الله في الدرس القادم. شكرا لكم أصدقائي، وأتمنى على طول نسعى نحو القمة لأن القمة تلبى لكم. موفقين.